مفاجأتنا لحلقة اليوم هي زميلة راح تشاركنا تقديم الحلقة هذا الصباح، لأنها مسافرة اليوم الساعة 12 بالليل. عندها مسيرة مهنية طويلة جدا وثرية ومثيرة للاهتمام. احنا لنا الشرف ان نستضيفها هذا الصباح، لكن قبل ما تدخل الاستديو خلونا نتعرف على لمحات من حياتها المهنية خلال التقرير التالي. خلونا نشوف. إذا كانت توقعات الرئيس السايس أفورقي صحيحة فهذا يعني استبعاداً للحل العسكري. بدأت عملها الصحفي كمراسلة ميدانية لوكالات الأنباء والصحف العالمية، قامت بتغطية أحداث كالانتفاضة الأولى في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب الأهلية في سريلانكا. ناديا البلبيسي، MBC، لوكيتشوكيو، شمال كينيا. ومن المعروف أن الجيش الأمريكي يعتبر. كانت نادية البلبيسي أول امرأة صحفية تعمل بشكل دائم كمراسلة حرب من مكتب MBC الإقليمي في العاصمة الكينية نيروبي. نادية البلبيسي، MBC، هرجيسة، أرض الصومال. في أفريقيا تنقلت بين المدن الرئيسية وكانت من أوائل مراسلي الحرب الذين ترددوا على العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث كانت للMBC تغطيات حصرية للحرب الأهلية ومعظم الصراعات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أبرز الأحداث السياسية والكوارث الطبيعية الأمريكية السودانية. فبوروندي لا تزال تعاني من حرب أهلية. عام 2003 رافقت نادية وحدات المارينز خلال الغزو الأمريكي للعراق، ومن ثم انتقلت إلى واشنطن لتكون مراسلة لقناة العربية في العاصمة الأمريكية، حيث كانت من المراسلين الأجانب القلة الذين حظيوا بعدد من اللقاءات مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش وزوجته لورا بوش، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين منهم وزراء الخارجية مثل كولين باول وكونديليسا رايس. في عام 2008 انضمت نادية مجددا إلى MBC لتغطي الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وتم اختيارها عام 2006 زميلة في جامعة ييل الأمريكية، وتم انتخابها مؤخرا رئيسة للمراسلين الأجانب في البيت الأبيض. نادية البلبيسي، نادية البلبيسي، نادية البلبيسي، MBC، هرجيسة، أنغولا، مومباسا. نادية البلبيسي، MBC، من أمام البيت الأبيض، واشنطن. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا نادية. اهلا فيك. تشرفنا فيك عن جد اليوم. وانا اكثر. الواحد على فكره يعني يخجل لما يشوف هالمسيره هاي كلها. لا مو في فرق عمر. احس كفه الميزان مايله كثير. الحياه هذه الطويله مهنيا، لما تنقلتي من مدينه الى اخرى ومن عاصمه الى اخرى، وكل هذه الحروب وكل السياسيين اللي التقيتي فيهم، غيرت من نظره نادية حتى للحياه؟ أكيد 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 بدون أي شك. يعني لما يكون عندك مسيرة عمل تتنقل فيها ما بين القارات، يعني اشتغلت أنا حتى كصحفية للصحافة المكتوبة بسريلانكا، كنت أغطي الحرب لأربع سنين، وهذه ما كان فيها صور، يعني ما كان عندنا صور بهذاك الوقت، ولا كان في سوشيال ميديا ولا تويتر ولا فيسبوك وشغلات مثل هيك يعني. بس بشكل عام إنه يكون المراسل مراسل الحرب، بمعنى إنه يكون موجود في قلب الحدث بأماكن خطرة، بتغير نظرة الحياة بدون أي شك. وهذه التراكمات للخبرة بالنهاية بتأثر بشخصية الإنسان يعني. حلو. بس نادية الحين لها وضعها يعني في بعد هذه السنين الطويلة، 17 سنة في MBC من سنة 96 بمجموعة MBC. مظبوط. بالضبط. فبعد هذه السنين الطويلة وبعد كل هذه التنقلات والرحلات، الآن أنت تمثلين المراسلين الأجانب في البيت الأبيض رسميا. صحيح. أوباما بناديكي صديقتي نادية. هذا باللقاء الأخير اللي كنا فيه بالحفلة الكريسماس بالبيت الأبيض. مظبوط. إيش نتصور مع بعض وقال she's my friend، فأنا استغليت الفرصة طلبت منه شغل. في هذه الحالة أنا يعني بالضبط. فلنشوف هلا شو حصل. انا راح اعطيك السي في بعدين بعد الهواء على فكره، بس لا يعني ما نستغني عن MBC، ولكن بالفعل يعني القصد ان الاعلامي قاعد يحس بقيمته بتاثيره بنفوذه، لانه صاحب رساله ومؤثره، واحنا هذا اللي نحسه من خلالك نادية. راح نتكلم اكثر عن حياتك بعدين، بس لازم نواصل البرنامج. اكيد. ونتشرف بان تقدمينا معنا اليوم. وانا اكثر كمان. لا راح نروح الى الموضوع اللي صار في
كونيتيكت في ولاية كونيتيكت، وهذا موضوع الحقيقة مهم وبفتح يعني باب للسجال وللمناقشة بالنسبة لاقتناء الأسلحة. فطبعا رح نحكي هلأ على موضوع بيتعلق بالمذبحة اللي صارت بالضبط. مؤخرا، وهي أجبرت مذبحة نيو تاون في ولاية كونيتيكت الرئيس الأمريكي وإدارته إلى تشكيل لجنة تحقيق في اقتناء الأسلحة الأوتوماتيكية، ووضعته مواجهة في مواجهة مباشرة مع أقوى لوبي نافذ وهو الـ NRA وهو الـ National Rifle Association، المدافع الشرس عن حق الأمريكيين في اقتناء الأسلحة والمروج لتجارتها التي تصل إلى 12 مليار دولار. هذا وقد فقد أكثر من 2800 طفل وقاصر حياتهم هذا العام نتيجة المذابح التي يرتكبها أمريكيون بأسلحة أوتوماتيكية. أوكي، قانون التسلح نادي هذا قانون جدا يعني مثير للجدل، حتى مقدس ما حد بيقدر يمسه بأي طريقة. رح يقدر أوباما يمسه؟ بتهيألي، لأنه هذه المذبحة أنه يموت 22 طفل يعني بالفعل خلت الأمريكيين يفكروا أصلا هذا القانون من وين إجا. هذا القانون إجا لأنه في تعديل الثاني بالدستور الأمريكي بيعطي الحق لكل أمريكي أنه يقتني السلاح لما كانت في حرب ضد الاستعمار البريطاني بهذاك الوقت. لكن المشكلة أنه في لوبي كتير كتير قوي بيحمي هذه الأسلحة. يعني تصور في فترة الكساد الاقتصادي تجارة الأسلحة كانت أعلى مستوى إلها، حتى زادت عب تقريبا 5% بالنسبة لتجارتها، لدرجة أن اضطرت الولايات المتحدة أن تستورد أسلحة من الخارج. يعني مش معقول هذا يعني. بعدين إذا بدك تستخدمها للصيد، يعني في ناس بيصيدوا، أنا ما بحب الصيد بشكل عام، بس إذا بيصيدوا لماذا يعني يكون لديك أسلحة أوتوماتيكية وكأنك محارب بميليشيات أو بجيش بالضبط. نظامي. طب إيش العقبات اللي واقفة أمام أوباما؟ هل هو التصويت أم أن النخبة نفسهم؟ هو اللوبي نفسه، اللوبي نفسه كتير كتير قوي. حتى لو الرئيس هذا كان بوجه انتخابات، حتى لو ماتوا 3000 أمريكي ما بقدرش وقف قدامهم. مستحيل. لكن لأنه هلأ انتخب مرة تانية لولاية تانية، فبتهيألي بيكون عمله أسهل. لكن المشكلة الكبرى رح تكون بالكونغرس. الآن راح ننتقل إلى موضوع آخر، وهو يعني في سياق دائما ملفاتنا الطبية، سوء تغذية الأم الحامل الذي يؤثر سلبا على صحة الجنين. هذا ما أكدته دراسة إسبانية أوضحت أن الطعام غير الصحي يؤثر على نمو بنكرياس الجنين، كما يزيد من تركيزات الأنسولين والجلوكوز لدى الطفل عند الولادة. الدراسة التي نشرتها The European Journal of Clinical Nutrition أثبتت، وعلى عكس التصور الشائع بين العامة، بأن الحامل يجب أن تأكل كميات مضاعفة من الطعام لضمان تغذية كافية للطفل. أثبتت أن الأهم هو حصول الحامل على نظام غذائي صحي يساعد الجنين على تجنب لمستويات عالية من الأنسولين والجلوكوز، واللذان يعتبران مؤشرين أساسيين على الإصابة بالبول السكري والمتلازمة الأيضية. رح نستأذنك نادية نروح للدكتور نتكلم عن هذا الموضوع. أنا يمكن عندي أسئلة بعدها، بس أنت فيك تبدأ. أنت لا بالعكس، حاولي تنقذيني بعض الأسئلة، لكن عندك خبرة أكثر. طبعا معنا الدكتور أكرم عثمان وهو اختصاصي تغذية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. كيفك؟ تمام. عناصر الغذاء الصحي في يعني في كل مرض او في كل حاله، حتى لو كانت حاله طبيعيه مثلنا ام حامل، تكون دقيقه جدا. يعني يجب ان الواحد يحسب لها بجديه، ما ياخذها بشكل يعني فوضوي. فما بالك عندما نتكلم عن حياه شخصين، يعني ام وجنين، وهذه الدراسه تاكد اهميه العناصر. نبي نتكلم عن العناصر المهمه للام الحامل. اوكي. هلا يعني المراه الحامل بحاجه لكميه غذاء معينه خلال فتره الحمل لتدعم اول شيء الميتابوليك ريت تعطى، لانه أوكي. بتزيد اوكي، وبالوقت نفسه لتضمن نمو طبيعي للطفل. حلو. هلا في عندنا مشكله هون، انه مثل ما تفضلت وقلت انه قبل شوي، في نساء حوامل كثير بفكروا انه لازم ياكلوا كثير عشان يدعموا الطفل. هذا الفكره العامه. هاي الفكره العامه. احنا بالعكس لازم يعني نامن العناصر الغذائيه الكامله للطفل خلال فتره الحمل. اذا النوعيه وليست الكميه. النوعيه وليست الكميه، خصوصا اول 10 اسابيع في خلال فتره الحمل، يعني شهرين ونص تقريبا. ايوه بالضبط. يعني اول شهرين ونص مش بحاجه الحامل انه تزيد وزنه، على عكس الاعتقاد السائد. بحاجه لتزيد الى من عناصر الغذائيه المهمه. بالضبط، بحاجه لتامن العناصر الغذائيه الكامله للطفل اوكي، ولصحته اكيد.
وبحاجة أنه تقسم الوجبات إلى عدة وجبات، مش بس ثلاث وجبات يعني. خمس مثلا؟ خمس وجبات، أوكي. أو أوقات ست وجبات، أوكي. فيها لتضمن مستوى معين من سكر الدم. يعني كأن تدفق ثابت ومستمر بالضبط. من الغذاء للجنين. بالضبط. أوكي، نتكلم عن العناصر، هل في عناصر تحتاجها أكثر من أخرى ولا مثل الغذاء الطبيعي اللي احنا نعرفه يحتاج أي إنسان؟ هلا هي الغذاء الطبيعي اللي بيحتاجه اي انسان اول شهرين ونص نفس الشيء، بعدين بعد شهرين ونص لان بده يتم يعني بدها تبلش تزيد بالوزن تاعها، بس بعد شهرين ونص يعني مش بعد شهرين ونص بيوم او يومين لازم تزيد هالكميه هاي مثلا. أوكي. بالعكس لازم يعني اذا كانت المراه وزنها مثالي قبل ما تحمل في كميه يعني معينه من زياده الوزن لازم تكون خلال الفتره كلياتها هاي. اوكي اوكي، فيعني بدها تبلش تزيد السعرات الحراريه شوي شوي. اوكي، والأغذية يعني يكون مثلا في ثلاث وجبات، عندك فطور، بعدين وجبة خفيفة، غدا، وجبة خفيفة، عشاء، وجبة خفيفة إذا ممكن. أوكي. دكتور، قبل أن نتكلم عن الأمثلة الموجودة أمامنا، أعتقد نادي عندها سؤال. أنا كنت أسألك دكتور، بعدي متأثرة بالجو والثورات العربية، يعني بشكل عام هل هذا النظام الغذائي يتطبق على الكل أو لطبقة معينة مثلا؟ يعني الناس اللي بيكون من طبقة متوسطة محدودة الدخل ممكن أنه يكون عندهم نفس المقومات الغذاء هذه او ممكن يتبعوا نفس الحميه الغذائيه؟ كل الناس ممكن يتبعوا نفس الحميه الغذائيه، لان يعني المراه الحامل مثلا بحاجه انه تزيد كميه البروتين اللي بتاكلها. يعني اذا هي المراه قبل ما تحمل اذا عندها مثلا كميه البروتين لازم تاخذها مثلا لو افترضنا 45 جرام بالنهار او 50 جرام بالنهار، لازم تزيد فوق 25 جرام. اوكي، بس هذول مش ضروري يجوا من اللحمه مثلا. بالضبط. ممكن يجي من العدس، من الحبوب مثل الحمص، الفول. أوكي. يعني في كل حتى الطبقات البسيطه ممكن تامل العناصر الغذائيه الكافيه للمراه الحامل، منها الحديد للبروتينات لكل. نعم. شيء دكتور، بنتكلم الان عن الاشياء الموجوده امامنا حسب يعني السيستم الطبيعي، وايش الشيء اللي لو زاد ممكن يكون خطر او ليفضل الا يزيد عن حده؟ اوكي، نتكلم عن الموجودين. هلا احنا اهم شغله انه نحافظ على مستوى معين من سكر الدم للمراه الحامل خلال فتره الحمل عشان ما ياثر على عمل الانسولين، عمل البنكرياس تاع